تخترق السماء بلا عناء. بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا بكم من جديد في هذه الحلقة التي أسأل الله عز وجل أن ينفعنا بها حين نلقاه يوم القيامة. رجل في الزمن الماضي ذكر النبي صلى الله عليه وآله وسلم في البخاري ومسلم قصته. هذا الرجل اسمه جريج، كان رجلا عاديا، فاشتغل بعبادة الله جل وعلا، فازداد من العبادة وترقى فيها حتى صار أكثر الناس عبادة في قومه، فبنى بالقرب من بيته صومعة، مكان للعبادة يجلس فيه ويتعبد الله جل وعلا فيه. بنى هذه الصومعة من طين، أراد أن يكون زاهدا بعيدا عن الدنيا وملذاتها، وكان في الصومعة بعض الفتحات مثل النوافذ، وكان كل يوم يجلس من صباحه إلى ليله إلى مسائه، يجلس في هذه الصومعة ويتعبد الله عز وجل فيها. ومن أفضل من هذا الإنسان الذي ترك الدنيا وتفرغ لعبادة الله، خاصة في ذلك الزمن الذي ابتدعت فيه الرهبانية، فلما ابتدعوها كتبها الله عز وجل عليهم، فمنهم من رعاها ومنهم من لم يرعاها، وابتدعوا فيها ما ابتدعوا. هذا الرجل كان متفرغا لعبادة الله، وكان عنده أمه ليست عندها إلا هذا الولد، وكانت إذا أرادت منه حاجة جاءت إليه تناديه وهو في الصومعة ليلبي طلبها. وفي يوم من الأيام اشتدت عبادة هذا الرجل جريج العابد المعروف في بلده وفي قومه وفي الناس الذين كانوا يعيشون، إذا قيل لهم جريج الكل عرفه، العابد الصالح الزاهد التقي. في يوم من الأيام أمه خرجت إليه تناديه، فقالت له: يا جريج يا جريج. وكان يصلي فاحتار في أمره، قال: أمي وصلاتي، يعني ماذا أقدم؟ أقدم أمي أو أقدم صلاتي؟ والأم تنادي وهو لا يرد عليها. أمي وصلاتي، فاختار صلاته وترك أمه. أمه تريده، لكنه للأسف إن كانت نافلة كان عليه قطعها، لأن الاستجابة للأم أولى، وإن كانت فرضا كان عليه أن يخففها ويدرك أمه، لكنه أفرط في تعلقه بالعبادة، وما علم أن الاستجابة لأمه أيضا عبادة، بل من أعظم العبادات عند الله جل وعلا. قال: أمي وصلاتي أمي وصلاتي، لكنه ترك أمه، فانكسر قلبها وحزنت وخرجت من عنده وذهبت إلى بيتها حزينة كثيرة ولم يأتي إليها. في اليوم الثاني أمه ذهبت مرة أخرى، فجاءت إليه تناديه: يا جريج يا جريج. وجريج لا يرد عليها. أمي وصلاتي أمي وصلاتي، اختار صلاته على أمه، قال: صلاتي. ترك أمه وأمه تناديه، كان يستطيع أن يقطع الصلاة النافلة ويستجيب لأمه، لكن غلب هذا على هذا، قال: بل صلاتي. رجعت أمه أسيفة حسيفة تقول: لم لا يستجيب لي؟ أليست طاعتي عبادة؟ لم يأبه بهذا. جاءت في اليوم الثالث تناديه تقول: يا جريج يا جريج، وهو لا يستجيب لها، قدم صلاته. فلما علمت أمه بهذا غضبت، فدعت الله عز وجل عليه وقالت: اللهم، شوفوا دعاء الأم، دعاء الأم مستجاب، اللهم لا تمته حتى تجعله ينظر في وجوه المومسات، لا تجعله يموت حتى ينظر إلى وجوه العاهرات المومسات. كأنها غضبت عليه، ما دعت عليه بالزنا، ما دعت عليه بالفاحشة، ما دعت عليه باللعنة،
قالت لكن لا تجعله يموت حتى ينظر في وجوه المومسات. بالنسبة لهم دعاء خطير هذا، هذا بالنسبة لهم من أشد أنواع الدعاء، أنها تدعو على ابنها أن ينظر في وجوه المومسات. ما بالنا اليوم والناس ينظرون إلى المومسات في التلفزيون، العاهرات في الكليبات، الساقطات في الأفلام والمسلسلات. الآن الشباب والأولاد والكل طالعهم في البيوت عادي عندهم، مع أن هذا كان دعاء الأم على ولدها أن ينظر يوم من الأيام إلى وجوه المومسات. كم هم الناس مبتلون اليوم بالنظر في وجوه المومسات للأسف. فدعت الأم على ولدها، ودعاء الأم على الولد مستجاب ولا شك، لكن انتظروا متى يستجيب الله لها ولو بعد حين. دعت الأم على ولدها وكان يستطيع، كان يستطيع أن يجيب أمه إن كان في نافلة، كان يستطيع أن يخفف صلاته إن كان في فريضة، كان يستطيع أن يأتي إليها بعد عبادته فيتسامح منها ويقول يا أمه ماذا تريدين، يا أمه اطلبي ما تشائين. كان يستطيع أن يجمع بين عبادة الله وبين طاعة أمه، لكن ربما هو تلبيس من إبليس على هذا العابد، فغره في عبادته وترك أمه المسكينة، أمه الضعيفة. والله بعد الأمر بتوحيده وصانا بطاعة الوالدين وبالوالدين إحسانا. ما فهم جريج هذا الأمر، جريج بالغ في عبادة ونسي الحقوق، حق أمه. كم من إنسان يبالغ الآن في العبادة وينسى حق زوجته، كم من إنسان يبالغ في العبادة وينسى حق أولاده، بل وينسى حق نفسه. لربك عليك حق، ولأهلك عليك حق، ولزورك حتى ضيوفك عليك حق، ولنفسك عليك حق، فأعطي كل ذي حق حقه. جريج ما قسم الحقوق، حق الله وحق الناس وحق النفس. ما علم جريج هذه المعادلة فنسي حق أمه. أمه كانت تحبه، لكن أحيانا شدة الغضب يجعل بعض الأمهات يفعلن هذا الفعل. أحيانا بعض الأمهات تحب ولدها، لكن لما تعصب عليه الله يلعنك، وقد يستجيب الله لها. لما تعصب عليه تدعو عليه بالعمى. أم تدعو على ولدها بالمصيبة، تدعو على ولدها بالعمى، تدعو على ولدها بالفقر، تدعو على ولدها بالمرض، وهي أمه، وما تدري أنها تصادف ساعة استجابة فيستجيب الله لها. قالت أم جريج اللهم لا تمته حتى ينظر في وجوه المومسات. مرت الأيام، نسيت الأم دعاءها. جريج لم يدري ماذا صنع، جريج ما درى التقصير الذي وقع فيه في حق أمه. مرت الأيام والناس يتحدثون، من مثل جريج في العبادة؟ من يستطيع أن يترك الفتن ويبتعد عن الذنوب مثل جريج؟ فضربت فيه الأمثال وتناقل الناس حديثه، والكل بدأ يتكلم عن جريج كأنه أسطورة من الأساطير، كأنه قدوة ليس كغيره من القدوات. إنه جريج العابد الذي طلق الدنيا، الذي ترك ملذاتها،